باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا أبا. كل سنة وأنتم طيبين. موضوع تأملنا لله دي طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. وعشان أرتب كلامي عاوز أكلمكم في سببين للرحمة وخطيتين ضد الرحمة وآيتين يفسروا الرحمة وصورتين لعمل الرحمة وحكمتين في الرحمة. الشطر اللي يحفظ واحدة واحدة. الأول سببين ليه لازم نكون رحماء. أول سبب يخلينا ننشغل إن احنا نبقى رحماء إن ربنا رحيم. لأن الكتاب بيقول كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. والمفروض الواحد فينا على مستوى الشخصي ده رحمة ربنا وعارف يعني إيه رحمة ربنا ومجرب أن ربنا معاه هو شخصيا رحيم جدا لأنه ملايين من الخطايا والعيوب والضعفات وبيستر وبيغطي وبيسامح وبيطلع للواحد منظر كويس في الآخر. طبعا كله رحمة. فإذا كنا بنقول له أبانا الذي يعني هو أبونا يبقى لازم نتشبه به. وعشان كده الرحمة علامة من علامات الإنسان المسيحي لأنه شبه المسيح الرحيم. لو قعدنا نفكر قد إيه ربنا يسوع كان رحيم في وقت مشوا على الأرض مش هنخلص الكلام. كان رحيم جدا مع المرضى، كان رحيم مع الفقراء، كان رحيم مع الأطفال، كان رحيم مع الناس المرفوضة في المجتمع زي زكا زي السامرية زي المرأة الخاطية كل الفئات زي العشارين. كان ربنا رحيم جدا. ومع الرحمة تلاقوا باله طويل وتلاقوا دايما وديع بشوش يشجع. إذن أول سبب يجعلنا رحماء أن ربنا رحيم. والروح القدس اللي فينا هو روح الآب والابن. كلما امتلأنا بروح الله كلما طلعت ظهرت علينا صفة رحمة الله. يعني إحنا الرحمة مش بس بناخدها تقليد كويس إحنا بنقلد المسيح لكن كمان هي مش مجرد تبعية هي أيضا نتيجة طبيعية أن الواحد يبقى في روح ربنا. بدل فينا روح ربنا يبقى لازم نبقى شبه ربنا. وشبه ربنا ربنا رحيم وطول النهار في الصلاة نقول له رحمتك يا رب ويا رب ارحم. إذا كنا يعني كلمة الرحمة لا تفارق لساننا يبقى تعالوا نطالب أنفسنا أن نكون رحماء. السبب الثاني اللي يخلينا نركز على فضيلة الرحمة أن عندنا تعليم كتابي يقول ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. ما فيش رحمة للي مش هيعمل رحمة. اللي هي يعني المعنى المكمل لكلمة طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. فهوشع النبي هوشع تنبأ في بداية انهيار شعب إسرائيل وانحرافه للوثنية ووقت سبي أشور وكانت أيام وحشة لأن اليهود تركوا عبادة الله وعبدوا أوثان. فربنا قال له هوشع ده اذهب ارتبط بامرأة كانت أساسا منحرفة. طبعا طلب صعب. وبعدين هات منها عيال. واحدة من العيال اللي جابهم قال له سميها لو رحامة. ايه لو رحامة دي؟ لو رحامة يعني ما فيش رحمة. فقال له ربي يعني هسمي البنت لو رحامة؟ قال له عشان تروح تقول لهم ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. انتوا ما رحمتوش نفسكم وما طلبتوش الرحمة وما رحمتوش بعض وعايشين في قسوة قلب ما تنتظروش رحمة. وجت عليهم أيام السبي. عشان كده القديس بطرس يستعير المعنى ده في رسالته في العهد الجديد يقول لأننا قبلا لم نكون مرحومين أما الآن فمرحومون.
يعني في العهد القديم احنا كنا بلا رحمة بسبب سلوكنا وخطايانا، لكن بالإيمان بالمسيح والتوبة بقينا نستحق الرحمة. سببين على الأقل طبعا يجعلونا نركز في فضيلة الرحمة. عاوزين نبقى شبه المسيح، وإلا ما نستاهلش نبقى مسيحيين. اتنين، ما فيش رحمة لو مش هنعمل رحمة، يبقى الموضوع يخوف. لو أنت لم توصف في حياتك أنك إنسان رحيم يبقى ضاعت أبديتك، يبقى ليس لك رحمة في الآخر. خطيتين ضد الرحمة، طبعا الخطايا اللي ضد الرحمة بلا عدد. يعني الغضب خطية ضد الرحمة، الإنسان الرحيم ما يغضبش على الناس، عشان كده المسيح له المجد قال اللي يغضب على أخوه باطل يكون مستوجب الحكم. إنما عاوز أركز على خطيتين مشهورين ضد الرحمة، خطية الإدانة وخطية تجاهل المحتاج. الإدانة خطية ضد الرحمة، ليه؟ الشخص اللي بيدين الناس هو بيحكم عليهم، واللي بيحكم على الناس إذن هو مش واخد موقف رحمة من الناس، لأن لو أنا رحم بالناس هعذر الناس، هشفع فيهم، هدافع عنهم، هستر عليهم، لكن لو هحاكمهم، هحاسبهم، هدنهم، يبقى أنا مش رحيم بيهم. الناس جابت امرأة ومسكت في ذات الفعل ومسكين الحجارة وعاوزين ينفذوا القانون. الشريعة بتقول مثل هذه ترجم، لكن ما فيش رحمة. ربنا يسوع اللي حاطط الشريعة عنده رحمة، فركع جنبها وابتدى يدافع عنها، لأنه هنا لم يقف موقف ديان لكن وقف موقف مخلص. إحنا تصوروا بناخد موقف الديان، إحنا اللي محتاجين الرحمة ومحتاجين التوبة، شغالين ديانين على بعض، كل واحد يبص للتاني ويقول ده بيعمل وبيسوي، ده يستاهل وما يستاهلش. من أنت حتى تدين عبد غيرك؟ أنت مين عشان تحكم على حد؟ وإزاي أنت مش شايف عيوبك دي كلها عشان تشوف عيب أخوك؟ يا مرأي أخرج أولا الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزة من عين أخيك. يعني همك أكبر من هم، والخشبة اللي عندك أكتر من القزة اللي في عينه. إذن أنت بلا رحمة لو كنت هتعيش حياتك تدين اللي حواليك. الشخص الرحيم يتحاشى الإدانة تماما لأنه عاوز رحمة ربنا، فلا يحكم إلا على نفسه ولا يرى إلا خطيته، ولما تيجي تسيرة حد يدافع عنه قدر الإمكان. الخطية الأخرى اللي ضد الرحمة، وهي خطايا كتير لكن يعني خطية أحب أقولها لكم، هي التجاهل. في آية كده في سليمان الحكيم يقول اللي يسد ودانه عن صراخ المسكين هو كمان يجيله اليوم يصرخ ولا يستجاب له. التجاهل يعني إيه؟ يا أحبائي إحنا عايشين في بلد فقيرة، أكتر من 80% من شعبنا المصري فقير، وعايشين في زمن أكتر من 80% من البشر عموما فقراء، ويمكن 50% منهم معرضين للموت بسبب الجوع ومشاكل. الجوع بيجيب جهل، والجهل بيجيب مرض، والثلاثي ده فقر وجهل ومرض يحكم أكتر من 50% من البشر. إذن لما أنا أتجاهل الناس اللي حواليا دي كلها، هبقى أنا شبه الغني في مثل الغني والعازر. هل الفقراء ولا المحتاجين عموما دول يعني بعيدين عن عينينا قوي عشان كده يعني بننساهم؟ احنا كل يوم بنشوف، والنهارده التلفزيون يعني ما هوش حاجه حلوه قوي، لكن خلى العالم كله قدام عينينا، شايفين العالم كله بيعاني، وشايفين قد ايه قسوه بعض البلاد الغنيه، قسوه إنها يعني ممكن ترمي الأكل في البحر ولا تدهوش مجاناً للشعوب الفقيرة عشان يفضلوا هم يشتروا عيني ويموتوا من الجوع. قسوة. طب أنت فين في ده كله بقى؟ إيه مركزك كإنسان وأنت وكيل على الله على الأرض؟ أنت شبه المسيح، فين الرحم؟ فين إحساسك بالناس، بصراخ المساكين؟
ياما ناس بتصرخ من ظروفها الضيقه، ظروف ضيقه، مرض واحتياج وعيال ومدارس وزواج ومشاكل وقضايا. لكن اغلب الناس للاسف بتعيش تفكر في ايه، شعار كده شيطاني، شعار اقولش عليه شيطاني، بيقول وانا مالي. اهو اللي يقول وانا مالي ده ليس له رحمه. ليه؟ لانه ما كانش رحي. هو الغني ايه خطيته تجاه العاصر؟ هو ما اذاهوش ولا ضربه ولا سجنه، لكن الغني ببساطه كان شعاره في الحياه انا مالي، انا مالي بواحد بيموت على الباب، انا مالي بواحد جعان، خلينا اكل انا وانام وانبسط. مجرد عدم الاحساس بالاخر عدم رحم. اذا دي خطيه لازم نحاسب نفسنا عليها. انك تسمع عن واحد مريض ما تهتمش بيه، طب ما انت الدور جاي عليك. وتلاقي واحد ظروفه ضيقه ما تسالش عليه وتقف جنبه، الدور جاي عليك. ده انت كمان يوم ما تصرخ هتفتكر كام واحد خبط على بابك وقال لك الحقني ساعدني، وانت قلت له ما عنديش. التجاهل ده يبان في الحكايه اللي حكاها ربنا يسوع بتاعت السامري الصالح، لما قال ان واحد ضربوه في السكه، عدى عليه كاهن وكانت النتيجة إيه؟ تجاهل. عدى عليه لاوي، ودول رجال دين، يعني دول مفروض حافظين الشريعة، والشريعة من العهد القديم بتوصي بالغريب والأرملة واليتيم والمحتاج، ربنا هو هو. واللاوي عدى ما سألش، والسامري غير المتدين، السامري اللي ما يعرفش قانون الرحمة الإلهي ولا الآيات ولا حفظها، كان أكثر رحمة لأنه لم يتجاهل المنظر، ما بصش كده وتصعب مثلا وكمل، ولا بص وقال يستاهل، لا، هو وقف حاله وتعامل مع هذا المحتاج وتعامل بأمانة واداله كل ما يحتاجه من علاج، وخده على الأوتيل ودفع فلوس وعمل كل اللازم. طبعا هنا هو ده اللي ربنا قال عليه فعل معه رحمة، قال كده يبقى هنا يستاهل الرحمة. قلنا سببين للرحمة تبقى شبه المسيح، والسبب الثاني انك الدينونة ليس رحمة لمن لم يعمل رحم. وقلنا خطيتين ضد الرحمة، خطية الإدانة ضد الرحمة، وخطية التجاهل أو عدم الإحساس بالناس. أقول آيتين يعني يمكن البعض مش بيفهمهم مرتبطين بالرحمة. آية تقول الرحمة تفتخر على الحكم، وآية بتقول إني أريد رحمة لا ذبيحة. يعني إيه الرحمة تفتخر على الحكم؟ هي ليها أكتر من تفسير، لكن أقول التفسير المناسب للقاء ده. ساعات في ناس تقول أنا حقاني، أنا أحب كل حاجة بالحق. طب ربنا حقاني، يا سلام، دي حاجة كويسة. بس وانت حقاني قوي كده، من الرحمة انك تشوف ظروف اللي قصادك قبل ما تحاسبه. لانك ممكن تكون حقاني زي فرعون مصر. فرعون مصر قال انا حقاني، لما موسى دخله يقول له خلي الناس مش عارف تاخد اجازة 3 ايام وتطلع، قال انتوا عاوزين تدلعوا الناس، امنعوا عنهم اللبن الطين نفسه وخليهم يطلعوا نفس عدد الطوب. ايه الذل ده؟ وقال انا راجل حقاني، اللي مش هيعمل شغله هنجلده. لا، انت مش حقاني، انت مفتري، انت مفتري مش حقاني. الرحمة تفتخر على الحكم. يعني اذا كنت تفتخر انك انسان تميل الى الحق والعدل، اعمل معروف، افتكر ان كونك رحيم اهم من كونك عادل، لأنك أنت محتاج من ربنا رحمته قبل عدله. ولا أنت محتاج عدل ربنا؟ لو أنت محتاج عدل ربنا، قوم بقى قول له رب حاسبني على كل خطية أنا بعملها. أنا بقى إيه، أحب أتحاسب بالحق. تحب تتحاسب بالحق؟ لو كنت للآثام راصدا يا رب، إيه يا رب، من يثبت؟ محدش يقف قصادك. إذا أنت نفسك محتاج رحمة، فالرحمة تفتخر على الحق. يعني إيه؟ يعني
لما تكون بتقول هو يستاهل كده اسكت وقول في بالك ايه، مهما كان برضو ايه، انا ما استاهلش غير الهلاك وربنا رحمني، خليني اعمل رحم. فكن رحيما اكثر من ان تكون عادلا. لازم تبقى عادل، لانك لو ما كنتش عادل تبقى ظالم، ولو ما كنتش حقاني ما تبقاش شبه المسيح. بس بصوا على ربنا يسوع يجمع الحق والرحمه في شخصه. حقاني جدا، لكن مع هذا الحق رحيم في حقه، رحيم في عدله، رحيم في حكمه، رحيم. قال للمرأة الخاطية يلا المرة دي براءة، بس لا تعودي تخطئي أيضا. يعني لو هتغلطي تاني، لا المرة الجاية ممكن ما دفعش عنك وتترجمي، يبقى ظل عادلا ولكنه رحيم. خلينا دايما نميل للرحمة في الحكم على الناس أو في الحكم في الأمور أكثر من أي حاجة. عارفين أقولها لكم بشكل عملي شوية، لو واحد عليه تقييم موظفين عنده مثلا، فيقول ده ياخد إيه 5 من 10، في واحد مفتري يدي أبو 5 3، وفي واحد رحيم يدي اللي بياخد 5 7. لو اداله 7 من 10 هو لسه عادل، بمعنى إيه؟ ما سوهوش بالمجتهد اللي ياخد 10 من 10، لكن كرمه شوية. يعني إيه؟ يعني هو يستاهل 5، لكن يعني زودها لواحدة ولا 2 كمان من أجل الرحمة. يجوز ظروفه، يجوز. يبقى هنا الرحمة تفتخر على الحكم، يبقى لا قس قلبه عليه ولا حتى اداله بالظبط حقه، لا اداله أكتر من حقه. أكتر من حقه دي اللي بيعملها ربنا معانا كل يوم، يعطينا أكثر مما نستحق. ولا حد فينا يقول له أنا باخد بالظبط حقي، حقك ده إيه؟ إن كان على حقك يبقى جهنم. الآية الثانية بتقول أريد رحمة لا ذبيحة. يعني إيه؟ ساعات يا أحبائي نهتم قوي بأصوامنا وصلواتنا، ودي حاجة جميلة، لكن بتيجي أحيانا على حساب عمل الرحمة. الفريسيين مثلا يعملوا إيه؟ يقولها المسيح كده في نص واحد، يقول يأكلون بيوت الأرامل ولعل يطيلون الصلوات. يعني يطول قوي في الصلاة، لكن قصادها بيعمل ايه؟ بياخد الفلوس اللي هي حق الأرملة ويطلع لها بأي تبرير عشان يدخلها الهيكل وله نصيب في الهيكل ويقدر يكسب من وراه. يبقى أكل بيت الأرملة، لكن من ناحية الصلاة صلواته طويلة وضميره مرتاح. في واحد يصوم إنما يزعق في بيته، يظلم مراته وعياله، يمكن بيظلم في شغله، لكن هو صايم ويمكن صايم للساعة 5. طب هو ده ينفع؟ أريد رحمة لا ذبيحة. أنت فاكر لو صوم بدون رحمة مقبول، صلاة بدون رحمة مقبول؟ لا مش مقبول. ربنا عاوز رحمة لا ذبيحة. لما شاول الملك عمل نفسه عاوز يرضي ربنا، فدخل في معركة مع الفلسطينيين، وبصلوات سمويل النبي ربنا نصره مع أنه ما كانش يستاهل، لكن من رحمة ربنا على الشعب ساعته. وكان موصيه يحرم أي حاجة من ممتلكات الفلسطينيين، عشان دي كانت عبادة أوثان. شاول استخسر طبعا، لقى غنم ولقى غنايم أمشالها طبعا. فجي سمويل بقى وهو داخل لشاول عاوز يبارك له على الحرب، سمع صوت الغنم، فقال له ايه صوت الغنم ده؟ قال له انا قلت اشيلهم عشان نلاقي ذبيحه نذبحها لربنا. قال له يعني ايه الكلام ده؟ اليس الاستماع افضل من الذبيحه؟ مش عشان تقول حاضر يا رب اهم من اي ذبيحه؟ اهو احنا بنقول حاضر يا رب لما بيقول لك توبى للرحماء، قل له حاضر، حاضر يا رب، هخف عليهم شوي، هبقى طويل البال، هشجع بدل منقط، هدي بسخاء، هغمض عيني عن بعض الأخطاء عشان أبقى رحيم زيك، لأنك تريد رحمة لا ذبيحة. يبقى خلينا دايما الآيات دي في دماغنا عشان نبقى فاهمين ربنا صح. إن قدمت قربانك على المذبح، هي ذبيحة هي، وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، يعني ما سألتش عليه حد، في عمل رحمة أنت مقصر فيه،
سيب قربانك وروح شوف أخوك، اعمل رحمة الأول، أريد رحمة لا ذبيحة. إذن أحيانا نقدم ذبائح شكلها حلو لكن خالية من الرحمة، بينما اللي بيقدموا رحمة كل يوم وبيخدموا ناسهم وبيتعبوا مع المرضى والفقراء دي ذبيحة مقبولة، لأن الله يريد رحمة لا ذبيحة. قلنا سببين وقلنا خطيتين وقلنا أيتين، نقول صورتين لعمل الرحمة برضو. ما أكثر صور عمل الرحمة؟ يعني كل موضوع كل نقطة من دول فيها تفصيلات كتير، لكن عاوز أركز على صورتين في عمل الرحمة، صورة العطاء بسخاء وصورة التشجيع. من الرحمة أنك حين تعطي تعطي بسخاء. في واحد لما يدي يدي بالشح، تعبير القديس بولس، من يزرع بالشح إيه؟ بالشح يحصد، ومن يزرع بالبركات بالبركات يحصد. كلنا نذكر قداسة البابا شنودة الثالث الله ينيح نفسه، لما كانت تجيله عروسة مثلا من إخوة الرب، وبعدين يكون أبونا الكاهن اللي مقدم الحالة طالب مثلا 5000 جنيه عشان إيه؟ كل تدبير احتياجاته. يفاجأ أن سيدنا يدي المبلغ ويجيب حاجات زيادة ويدي أضعاف المطلوب في الحال، ويفرح الناس طالما الناس دول مستحقين وفعلا محتاجين، لا ياخدوا ياخدوا بسخاء كمان، وربنا سخي معانا كلنا. وكانت الناس تطلع من عنده بتزغرت ومش مصدقة روحها وفرحانين، لأنه يعني أقصى طموحهم أنه بس يوافق على المطلوب. سواء بتشبه بربنا، ربنا مش بيدي قد المطلوب، بيدي أكثر جدا مما نظن أو نفتكر أو نطلب. إذن هنا العطاء بسخاء شكل من أشكال الرحمة، سخاء. في المثل اللي حكاه ربنا يسوع بساع مثل الفعلة تبين الرحمة. راجل صاحب أرض صاحب شغل، طلع الصبح أجر فعل، واليوم هي دينار والدينار يكفي العامل وكده تمام، يعني هنا رح هنا عادل. طلع نص النهار لقى ناس ما تأجرتش، ليه قاعدين؟ ما حدش أجرنا، روحوا اشتغلوا. جاء على آخر ساعة لقى ناس ما اشتغلتش، الساعة 11:00 5 مساء واليوم يخلص 6 مساء، ما قاعدين ليه؟ قالوا ما احنا ما حدش أجرنا، هنروح بيوتنا مفلسين. قال لهم لا، روحوا برضو ايه وابقى اشوف اي حاجة اديها لكم، حتى ما وعدهمش. وبعدين لما خلص النهار خلص بعدها بساعة، اشتغلوا ساعة. جاب آخر ناس دول وحسبهم على أجر يوم كامل. إيه ده بقى اسمه إيه ده؟ ده رحمة، ده عطاء بسخاء. لدرجة الأولانيين طمعوا، قال لا يا صاحب ما ظلمتك، أنا بالأول متفق معاك على دينار، أخوك ما جاتلوش فرصة يشتغل. أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ كنت أنا كريم في حاجتي، بحب أدي، والتاني الغلبان اللي ما جاتلوش فرصة أديله زي اللي جات له الفرصة. أنت زعلان ليه؟ ما أنت خدت حقك وخدته بزيادة، كان ممكن تتركم ما تشتغلش. لما نشوف مثلا في مثل الابن الضال نشوف الرحمة واضحة، العطاء بسخاء. يجي الابن الضال التائب ياخد أكتر مما يتصور، مش ياخد مجرد يرجع مكانة العبد، هو طالب يبقى عبد، إنما ربنا يقول له ده أنا عاملك كابن وأحلى ابن وسيد البيت كله، وهيصة وزيطة وخاتم وحذاء وخروف وحلة جديدة، ايه ده كله ده؟ رحمة، صورة من صور الرحمة العطاء بسخاء. عند الواحد ما يديش ايه بالقطارة، ربنا بيدي بغنى. طب ليه احنا ما نديش بغنى؟ ما اكثر المحتاجين يا احبائي. خلينا لما ندي ندي بسخاء. افرح لما الاقي ست كل ما تطبخ اعرفها، يعني لازم تفكر هتدي طبق من أكلها ده لمين؟ مرة للجارة دي ومرة للجارة دي ومرة للبواب ومرة للمكوجي ومرة للسايس ومرة، وأهل المنطقة كلهم متوقعين كل أسبوع إيه؟ مين نصيبه إيه؟ وعايشين فرحانين بهذه الست الكريمة اللي إيه؟ دايماً لما تعمل أكلة لازم تشرك فيها حد، وتفكر بالطريقة دي وتعطي بسخاء، وما تفكرش يعني لو ايه التلاجة فضيت هتتملي،
وتأكدوا لو التموين خلص يجي غيره، ولو الفلوس خلصت في العطاء يجي أضعف. دايما دي طريقة ربنا في العطاء. الصورة الثانية للرحمة هي التشجيع. في هذا الزمن كثر النقد، كل واحد يعرف ينقد ويطلع اللي قدامه غلطان ويحلل الموقف ويشوف العيب فين لكن ربنا يسوع وعنيه، يعني عاوز أقول إيه، قدوس كامل، فمش هيقبل أي حاجة غلط، يعني حتى الملائكة غير طاهرة قدامه زي ما بيقول الكتاب. ومع هذا مشجع جدا، كل واحد من تلاميذه يعمل حاجة يشجعه، ومع بادرة أي محاولة توبة من السامرية ولا زكا يشجع، ودمعتين من المرأة الخاطئة يشجع، والعيال الصغيرة اللي نفسها تلمسه يشجعهم. مشجع جدا. التشجيع صورة من صور الرحمة. التشجيع بابتسامة في وش الناس دي رحمة، بسلام حار دي رحمة، بكلمة حلوة دي رحمة، دعوة جميلة لكل شخص تقابله، كل ده اسمه تشجيع. والتشجيع نوع من الرحمة. ناس كتيرة مش محتاجة فلوس بس محتاجة تشجيع، وناس كتيرة مش محتاجة هدايا عينية لكن محتاجة اهتمام، محتاجة تقدير. إذن كل ده صورة من صور الرحمة. قلنا سببين يخلينا رحماء: تشبها بالمسيح وخوفا من الدينونة. قلنا خطيتين ضد الرحمة: الإدانة وتجاهل المحتاجين. قلنا آيتين مع الرحمة: الرحمة تفتخر على الحكم، وإيه؟ وأريد رحمة لا ذبيحة. قلنا صورتين من صور الرحمة: صورة العطاء بسخاء وصورة التشجيع. أخيرا نقول حكمتين في الرحمة. وإحنا بنعمل رحمة وبنخدم عموما أغلبكم خدام، لازم نراعي نقطتين، حكمتين على الأقل برضو، ما أكثر الحكم، لأن كل الآباء علمونا أي فضيلة بلا حكمة قد تتحول إلى رذيلة. يعني مثلا أنتوا كلكم فاهمين، هل لما فقير يلح علي وياخد اللي هو عاوزه هي دي الرحمة؟ طب ما احتمال كبير يكون بياخد الفلوس يشرب بيها حاجة غلط، أو يكون لما بديله بشجعه على البطالة والكسل وبالتالي هيكذب ويألف المرة الجاية عشان يفضل ياخد من غير ما يتعب. يبقى هنا الموضوع عاوز حكمة، مش لأني بخلان عليه بالقرش، لأني مش عاوز القرش يأذيه، أنا خايف عليه لحسن ياخد فلوس ويهلك. وعشان كده ربنا ما بيديش فلوس لكل الناس، لأنه ربنا كريم أكتر مننا ورحيم أكتر مننا، لكن لو ادى الناس كل اللي عاوزينه الناس تضيع. إذن الرحمة تحتاج إلى حكمة. الحكمة الأولى هي حكمة المشاركة. خلي اللي قصادك وانت بتعمل معاه رحمة يشترك، يشارك. يعني إيه؟ تلاحظوا دي بقى مبدأ المسيح مثلا. لما الناس جاعت، ربنا رحيم، ما أسهل إنه ما يعمل إيده كده ينزل المن من غير ما يعمل إيده كمان، المن ينزل زي هو. يعني لما قالوا له موسى ادانا المن، قال لهم مش موسى ده أبويا. يعني إيه؟ هو موسى يعرف يجيب المن؟ أنا اللي جبت المن. لكن ربنا المرة دي ما رضاش يجيب من، قال لهم إيه؟ شوفوا عندكم إيه؟ عندنا إيه؟ إحنا ناس غلاب، شوفوا بس، شاركوا بخمس ترغيفة وسمكتين، قال لهم كويس. يبقى هنا ربنا يسوع عشان يعمل رحمة ويأكل الناس خلى الناس تشارك ولو بمشاركة بسيطة جدا. جات ست غلبانة أرملة وعليها مئدين وولديها هيروحوا في عند المرابي مسبيين، يعني بسبب الدين، جوزها مات وشغلانة صعبة. فأبونا إليشع النبي يقول لها إيه؟ عندك إيه؟ عندك إيه؟ ما تديها فلوس يا أبونا وتخلص، دي أرملة. لا، عندك إيه؟ قالت له خدمتك ما حلتهاش غير دهنة زيت، نقطتين زيت في البيت. قال لها خلاص كويس، نشتغل بيهم، نشترك بيهم، هاتي بقى الحلل، اجمعي من جيرانك وعصري الزيت وانا بصلي لك الزيت هيكتر، وروحي بيعيه وسددي الدين وكملي بيع الزيت وخلي عيالك يشتغلوا في صنع في بيع الزيت. طب يا رب ليه ما عملتش من غير الزيت؟ لا، لازم يشاركوا. هنا يا احبائي احنا تعلمنا المبدأ ده في الخدمة والتنمية. خلي اللي قصادك يشارك عشان يحس بالعطية،
لو خد الحاجة ببلاش مش هيحترمها، مش هيقدر. خليه يشترك ولو بأي جزء، بمجهود حتى، يعمل حاجة قصاد الايه؟ العطية اللي هتديها له. مش لأنك بتذله، لا خالص، لأنه من لا يريد أن يعمل فلا يأكل، ده نظام الإنجيل كده. وإن لأن الرحمة تحتاج إلى حكمة لألا تصير رحمة مؤذية. وطبعا أنتوا لو شفتوا بعض الناس الشباب العاطل تلاقي أن الرحمة أذته. ليه؟ لأنه اتعلم التسول حتى في الكنيسة، فأصبحت الرحمة بدل ما هي مفيدة مؤذية، لأن كان ينقصها الحكمة. هنا المشاركة ضرورية. آخر حكمة أقول حكمة النظام. الرحمة بنظام يعني إيه؟ إحنا برضو مش غاويين نظام عموما في بلادنا يعني. إنما ربنا يسوع له المجد إله ترتيب، ما يحبش قلة النظام، وهو رحيم طبعا أكثر مننا كلنا. يوم الخمس خبزات عشان الناس جعانة هياكلوا، ياكلوا بنظام. طب تصوروا معايا موقف، الناس جعانة قوي وفي عيال بتعيط، وجم قالوا للمسيح معلش شهل شهل بقى ايه، سيبك من قولة خمسينات وميات ونقعد ما كانش هيرضى. قال انا قلت يقعدوا ميات وخمسينات ولما يقعدوا هنوزع. ده انت قاسي بقى ولا ايه؟ لا مش قاسي حاش، ده المسيح. لا، لكن النظام هو اللي هيخلي الرحمة تمشي صح. تصوروا الكام ألف دول لو لقوا المسيح والرسل عندهم أكل ونطوا الخمس تلاف على الأكل، ده كانوا التلاميذ راحوا فيها. إنما الرحمة بس بنظام. ديكوا مثل تاني، يوسف في العهد القديم، يوسف عرف إن في مجاعة جاية على مصر، ويوسف راجل رحيم لأن هو إنسان ممتلئ بالروح وشبه المسيح وحاجة حلوة. إنما يوسف ده الناس افتكرته مفتري من كتر ما هو منظم. أول 7 سنين هنحوش، يعني هنحوش وبالعصاية. الفلاح يطلع خمس إراد الأرض يتخزن حتى لو في خير كتير لازم. ولما ابتدت المجاعة بقى يطلع الأكل بحساب شديد، الناس كلها جاعت. قال لهم تدفعوا ثمن الأكل اللي هتاكلوه، يا سيدي ما عندناش. قال لهم هاتوا البهايم بتاعتكم، هاتوا الأراضي بتاعتكم، لازم تشاركوا. وبقت الناس بتشايف أن يوسف ده قاسي، ويوسف مش قاسي، بدليل موقفه من إخواته. لو كان قاسي كان انتقم من إخواته، لكن ده رحيم جدا، بس رحيم بنظام. ولأنه منظم جدا ومتشدد في النظام، عدى 7 سنين الجوع على خير. لأنه لو كان فوت في النظام وكلمة معلش اللي مبوظة الدنيا دي، وكلمة خليها علينا المرة دي، لو كانت مشيت كده كانت بعد 2 سنين مصر خربت خالص. إذن أحبائي، الرحمة تحتاج إلى مشاركة من السائل، والرحمة تحتاج إلى نظام. دول حكمتين ضروريتين وانت بتعمل رحمة. نراجع اللي قلناه. فضيلة الرحمة مهمة أوي. أولا لنتشبه بالمسيح، ثانيا لنخلص من الدينونة. 2، في خطيتين لازم نخاف منهم ضد الرحمة، خطية الإدانة وتجاهل أي محتاج. 3، في أيتين يفهمون الرحمة، الرحمة تفتخر على الحكم وأريد رحمة لا ذبيحة. 2 حلوين للرحمة، التشجيع للناس كلها والعطاء بسخاء. أخيرا نحتاج لحكمتين، حكمة أن كل محتاج يشارك وانت بتديله احتياجه أو بتشاركه في احتياجه، ويبقى عمل الرحمة بنظام. لإلهنا كل مجد وكرامة للإله.